السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج مروك لونج، البرنامج اللي كيجمع بين الثقافه والشباب. اليوم كنستقبلوا الضيف ديالنا رياض ايوب. مرحبا بك خويا رياض. شكرا على الاستضافه. رياض ايوب، عرفنا براسك شويه. ايوب رياض، شاب مغربي في العشرينيات من عمري، من مواليد مدينه الرباط واقطن حاليا في مدينه سلا. كاتب مبتدئ، صدر لي عمل ادبي عبارة عن رواية اسمها إنه فخ، وسيصدر لي إن شاء الله قريبا أعمال أخرى. السؤال المطروح حاليا هو علاش كتكتب؟ علاش بديتي الكتاب؟ لماذا أكتب؟ حقيقة لا توجد إجابة لهذا السؤال، لأن الكتابة تصير في مسيرة الكاتب من تكوينه الخاص، لهذا يصعب إيجاد كلمات أو إجابة لهذا السؤال. تماما. تقدر تدويني على شويه على الطفوله ديالك ككاتب؟ واش بديتي الكتابه كطفل؟ شنو كانت الاهتمامات ديالك كطفل؟ حقيقه أنه جميعا حينما كنا صغار كنا نكتب في المرحله التمهيديه او في المرحله الابتدائيه والاعداديه، جميعنا كسبنا عن عن عن, عن حب الوطن، عن طفوله، قصائد، كتبنا نصوصا، كتبنا كلمات غزل في مرحله المراهقه. شخصيا عندما كنت صغيرا وما زلت كنت اذهب للمكتبه، ليس للكتابه بل اقرا عن كتاب صغار شباب. كنت ذلك ابلغ من العمر في الرابع، في 14 سنه او 15 سنه، وكنت احلم انني ساصير كاتبا يوما ما. فلهذا كنت عندما افتح الكتاب اقرا دور النشر، حتى أصبحت أحفظ دور النشر. حينها كنت أحفظ دور النشر الشرقية، مثل دور النشر التي كانت دور نشر الشروق في لبنان أو غيرها. لهذا بدأت أكتب مثلا في إنه فخ. لم أكن أنوي أنني سأصدر رواية إنه فخ، بل كنت فقط أكتب وأنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كهواية، وما زالت الكتابة أعتبرها هواية، رغم أن الكتابة في الحقيقة هي وجع كثيف. المهم، عندما كنت أكتب قمت بجمع تلك النصوص التي كتبتها، وقمت بتلفيفها وتلفيقها، ودمجت قصة واقعية وبعض من الأحداث الخيالية، وأصدرت تلك الرواية إنه فخ. تقدر تدونا شوية على الرواية ديالك إنه فخ؟ الرواية إنه فخ، بالمناسبة ستظل تلك، حتى لو أصدرت مئات الكتب ستظل تلك الرواية أشد رواية وأحب رواية إلى قلبي. رواية إنه فخ رواية أعبر فيها عن تجليات واقع الشاب، عن تجليات واقع الشاب المغربي. قمت بدمج ما حدث لي شخصيا، قمت بدمج ما حدث لي شخصيا وما عايشه في تلك الفترة، في فترة مراهقتي. مثلا يمكن أن أكتب واقعا أو حدثا حدث لي وعشته، ويمكن لي أن أكتب حدثا لم أعشه ولكن عايشته، مثلا التجربة في السجن. أنا لم أزن يوما لم أقم بخوض تلك التجربة، ولكن أصدقاء لي درسوا معي في المرحلة الإعدادية سجنوا، وعند خروجهم مثلا قاموا بحكي لي وسرد لي ما حدث لهم في السجن. شخصيا عايش الأسباب التي وقعت لهم حتى دفعتهم إلى السجن. لهذا حاولت توظيف هذا الحدث ككتابة كسرد. فقمت أكشب وأسرد قصصا معبرة، حتى لا يقع في مثل هذا الفخ الذي وقع فيه، مثلا ما وقع فيه شباب سبقوا، وخصوصا الفئة المتأثرة بالمواقع التواصل هي فئة المراهق، الشباب المراهقين. هذه فقط تجربة واحدة، ويوجد عدة من التجارب في حياتنا الواقعية،
بما أنني أنتمي إلى حي شعبي، بمجرد أنك أن تجلس أمام المنزل ستشاهد العديد من القصص والروايات، كما أنني أقولها دائما، كل شخص منا يحمل بداخله كاتبا أو يحمل بداخله رواية. مثلا كل شخص لنا له رواية وقعت بشخصياتها وأحداثها. المشكل يكمن في طريقة التوظيف، هنا يكمن الإشكال. لهذا أقول دائما أن إذا شاهدت رجلا يتمشى فاعلم أنه يحمل رواية بداخله تتمشى. واش قدر تقول لنا الدور ديال أنك كبرتي في حي شعبي، شنو الدور دياله على أنك كنتي كاتب؟ أحمد شوقي كان رفيق في قصر وصار شاعرا. يمكن أنني في حي شعبي يسمح لي فقط في كتابة رواية اجتماعية أو أحداث اجتماعية، وهي تيمة من التيمات نجيب محفوظ، عرف بالرواية الاجتماعية. وكذلك كتاب عدة، حتى محمد شكري، السيرة الذاتية في خبز الحافي، هي رواية ذات طابع من اجتماعي. أيضا محمد زفزاف الكاتب رواية بعيد عن الضوضاء قريبا من السكات. هناك بالنسبة لي الحي الشعبي الذي أقطن فيه هو مادة للإلهام. بمجرد أن تجلس ساعة يمكن أن تشاهد أحداثا، أفلام، سيناريوهات أفلام. حاليا أعتذر قاطعته، تخيل معي حتى لا أحرق الأحداث أنني أسرع في رواية أكتبها. جاءتني فترة عدم وجود موضوع للكتابة. تخيل معي، كنت أجلس في غرفتي أفكر، ودخلت والدتي في الغرفة وسولتني بهذه العبارة بالحرف: فاش كتفكر ولدي؟ قلت لها الوالدة بغيت نكتب شي رواية اجتماعية بالمحض، اجتماعية 100%. فقالت لي: هاد جارتنا هادي ما تقدرش تكتب عليها شي رواية بالحرف. لا أحرق الأحداث، حيت هي رواية لم أتمم أكتب في الفصل الثالث. قلت لي: هادشي اللي واقع، وهذه الرواية هي رواية اجتماعية 100%، حتى لا أحرق الأحداث. مهم، لدي رواية جاهزة أنا السبب، فهي رواية اجتماعية. قمت فقط بدمج شيء من الخيال حتى أعطي هذا الطابع رائع جدا. ذكرتي أنك كتعاني بعض المرات من واحد الحاجة اللي كنسميه writer's block، يعني ما كتقدرش تكتب واحد المدة. شنو كتقدر تدير باش تواجه هذه المشكلة؟ لكل شخص طريقته في التعامل مع هذه المرحلة، وهي القفل الرواية أو قفل في الكتابة هو شعور يحدث لجميع الناس في جميع المجالات، عدم الإلهام، وأنه لا يعود لك إلهام، حتى بل أنك يمكن أن تكتب نصا رائعا نثريا أو قصيدة رائعة، ولكن عندما تعيد قراءتها تفقد معنى أو تفقد ذلك التأويل الرائع الذي أو ذلك الشعور. مثلا بالنسبة لي أعتبر نفسي مع الكتابة أنا فقط أترجم مشاعري، الكتابة هي ترجمة للمشاعر. ماذا أفعل عندما لا أستطيع أن أكتب؟ أفكار عدة. في بعض الأحيان أعتزل الناس، أدب أغلق على نفسي في غرفتي فأبحث عن موضوع أو إلهام. وفي بعض الأحيان يوجد الإلهام في إنسان، مثلا في حبيبة أو في والدة أو في حدث اجتماعي. وبنظرك شنو هي أصعب حاجة باش تكون كاتب مبتدئ في المغرب؟ حركة الكتابة ليست منتشرة، بل محصورة على كتاب معينين، ولكي تصير كاتبا أو بمجرد كاتبا مبتدئا أو تصدر أول عمل أدبي تجد صعوبة كثيرة في دور النشر. مثلا أول مرة كنت أرغب في إصدار النوفخ،
وما زلت نفس ما زلت أعاني من هذا المشكل. كنت أحمل كتابي وأوراقي ذاك وأطرق دور النشر، فأواجه ذلك السؤال، من أنت حتى ننشرك؟ أنا لا ألوم دور النشر بكل حقيقة، لا ألوم دور النشر. فدور النشر فهي عبارة عن مؤسسات ربحية، لا يمكن أن تقدم على عمل لا تضمن أنه أي لا تضمن له ربح مادي بكل صراحة، لا يمكن لهم. ولكن وجب الثقة بالشباب، وجب الثقة بالله. هناك روائيين عدة في شرقيين أو غربيين أو مغاربة أيضا، لم تقبل روايتهم في الأول أو أعمالهم في الأول، لم يتلقوا تلك الثقة في الأول، ليس في الكتابة، في جميع المجالات الفن. ولكن بعد يصير كاتبا أو فنانا أو ممثلا أو مسرحيا مشهورا، بعدها تتقاطب عليه دور النشر أو المنتجين. هنا يبقى السؤال، ذلك الكاتب لمن سيكون مدينا في الأول؟ لمن وثق فيه في اليوم الأول؟ في أي مجال مثلا، حتى نضل محمد شكري، رواية الخبز الحافي لم تقبل في الأول، لأنه يمكن لأنه تطرق للطابوهات لم يتطرق له أحد من قبل، كما ناقشنا جي كي لورينغ، كانت كاتبة مفلسة لم يثق بها، أي دور النشر لم تثق بها. أن تشاهد مجموعتها القصصية، مجموعة روايتها هاري بوتر، ماذا فعلت؟ ضجة رائعة، كبرنا معها وزلنا نشاهد تلك القصص. كذلك هناك أمثلة عدة، كتاب عدة لأنهم لم يثقوا فيهم في الأول، ولكن بعدها صاروا كتاب عدة. هي مسألة ثقة. أعرف كتابا وشعراء ذا ملكة لغوية رائعة جدا، شباب رشيد سبابو، شاعر يبلغ من العمر في 18 أو 19 سنة، ذكرت اسمه لأنه شاعر رائع جدا. لم يجد من يطبع له ديوانه الشعري، فقرر أن يقوم بطباعته في أحد دور النشر الشرقية. أتمنى لو توفق. وهناك كتاب حتى لا أنسى، هناك سماح أيضا، رشيد بن هدي، كتاب عدة شباب، أتمنى لهم التوفيق. أتمنى التوفيق. وكون كانت عندك القدرة للتغيير بس ترجع في الوقت وتغير شي حاجة في المسيرة ديالك ككاتب، واش بغيت تبدل شي حاجة؟ لا. لماذا؟ أنا فخور بماضي، رغم أنه ماضي مؤلم أو ماضي ليس مؤلم، حتى يعتقد البعض أنني عشت طفولة صعبة، لا، عشت طفولة طبيعية أكثر من طبيعية، بين قوسين فهمتيني. شكرا لوالدي، أنا فخور بكما، عشت طفولة رائعة، ولكن نحن الكتاب مرهفون الحس، الكاتب دائما ما يكون مرهف الحس، دائما ما نشاهد واقعة أو حدثا فيؤلمنا، فلا نجد غير التغيير، غير أن نحمل قلمنا وأن ننتقد ونكتب. حتى في أسلوبي في الكتابة، في رواية النفخ، تجدني ناقدا قبل أن أكون ساردا. نعم، مثلا في الرواية بها قصة أسردها، هي القصة الأساسية، ولكن من خلال تلك القصة تجدني أتفرع على عدة قضايا، قضايا اجتماعية، عدة قضايا، أنتقد هذا وأنتقد هذا، أبدي رأيي في هذا. لهذا
لهذا أنني فخور بأنني عندما فخور بما وصلت عليه. فلولا ما عشت من في طفولتي ما وصلت على حالي هكذا. ولو قمت بالعودة إلى الزمن وتغيير وضعي لما صرت هكذا، وأنا فخور بنفسي هكذا. ونبقاو في الحاضر ونسولوك إذا كان عندك القدرة تغير شي حاجة في الواقع ديال الأدب في المغرب، الأدب في المغرب. أتمنى أن كانت لي هذا الباور من غير أشياء عدة. أول شيء أغير، أعطي الفرصة للشباب، الطاقة الشبابية، عدم قمع الطاقة الشبابية. هذا أول شيء. ليس لأنني شاب، وليس لأنني لا أثق بكبار السن، ولكن رغم التجربة أو الخبرات، الناس المسؤولين الكبار السن، إلا وأنني حبذا لو أنه كان مزيج ما بين الخبرة وما بين الطاقة الشبابية. نتكلم مثلا وزير الثقافة حاليا، شخص شاب تجده مواكبا لأحدث التكنولوجيا. أنا أول مرة تنشوف زعما وزير مغربي تتكلم مع رابور، مع مغني الراب مثلا طوطو. وعندما سئل عن هذا في أحد البرنامج، فقال أنه عنده مليون متابع، أنه شخصية مؤثرة. وقف معه في مشكل الفيزا في مصر، وأشياء. ومثلا تكلم على لي بلاتفورم ديال السينما، وكنشوفوه حاليا تبارك الله عليه، ونشوفوا جميع الوزراء يكونوا شباب، يكون شيء رائع جدا. وذكر شي وزارة، وزير الثقافة، شنو بنظرك دور وزارة الثقافة في تحسين وسهل المأمورية على الناس على الكتاب الجدد؟ وزارة الثقافة وحدها لا تكفي في مواكبة أو في تسير أو في مساعدة القراءة أو الإنتاج أو الإبداع الفني. لا تكفي. مثلا في حتى نتحدث نضل في القراءة، على دور النشر أن تساعد في المكتبة، ودور النشر أن تساعد في ماذا؟ هذه فقط فكرة أطرحها الآن. مثلا على المكتبات ترحيب أو ترغيب الشباب الصاعد في القراءة بمسابقات، جوائز مالية. مثلا نعطي مثال بسيط، أنه تخيل معي أننا نعمل مسابقات، ومسابقات تكون معنا إلى فزتي أنك تكون مسابقة مادية، كتحفيز للشباب، الأطفال، كتحفيز للأطفال أنه تكون جوائز مثلا مادية أو جوائز سفر. أو أنا نفضل أن تكون مسابقات القراءة، مسابقات في القراءة اللي تنشوفوها في الدول الشرقية، تنشوفوا المسابقات كيش يكون. نعملوا إحنا أن فقط فكرة أن نعملوا أن مسابقة، والشباب اللي غير بحث الفئة اللي غادي تربح يكون عنده واحد منحة ديال السفر لمكتبات أوروبية، مثلا مكتبات أو متاحف أوروبية. غرس أسلوب القراءة، غرس في القراءة. عندما تغرس القراءة في طفل، مثلا هو مشروع بكل صراحة، مشروع أن طفل، أن واحد مجموعة ديال الأطفال غرسي فيهم حب القراءة، تغرس فيهم حب القراءة. من بعد أنه غيصير شاب، أنه غيولي في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره، إلا وأنه غيولي يبدأ هو يبادر أنه يشتري الكتب، غيولي أنه مبادر. لأن لماذا؟ الكتابة حلاوتها لا يتذوق إلا من القراءة. حلاوة الكتاب أو حلاوة القراءة لا يتذوق ذلك إلا القارئ، إلا من غمر في سبل القراءة. تخيل معي أنني فحد مثلا عندي عشرات الأطفال غرست فيهم حب القراءة. نعطيك مثال بتجربة من المنزل ديالنا، من الأب ديالي. الأب ديالي شخص قارئ، غرس فينا حب القراءة. حاليا جميع إخواتي كلهم يقرؤون. يمكن أنه توجه القراءة، مثلا أنا أهتم بالقراءة بالمنهج النفسي أو الروايات، أخ الأكبر يهتم بالكتب العلمية، أخ الأصغر. ولكن تخيل معي أننا نحن الإخوة غرس فينا حب القراءة. الآن لا يمكن أن أستغني عن القراءة والكتاب. تخيل معي أن أصدقائي أحاول أن أنقل لهم هذه العدوى،
أن القراءة يوجد من رأى أنني نشرت كتابا فقدمت له فبدأ يقرأه أيضا واقترحت عليه كتبا فبدأ يقرأ منهم صديقي عزيز مرشدي وتحية له اقترحت عليه مثلا رواية زوربا اليونانية أحب زوربا صديقي الآخر اقترحت عليه رواية كان يرغب برواية فلسفية فاقترحت عليه رواية إترونجي ديال ألبرت كامو الفلسفة العبثية فعندما قرأ أصبح يقرأ مؤخرا قال لي رواية طاعون رواية رائعة جدا من هنا تنتقل العدوى تخيل معي أن 10 الأطفال صاروا شبابا فتلك العدوى انتقلت ما بين عدوى إيجابية ليس سلبية هي عدوى إيجابية نقلوا تلك العدوى ما بين 10 أصدقاء وهكذا ينتقل هذه فقط رؤية نشاهد أن الدول الخليجية في الإمارات مسابقات في القراءة مسابقات في الرواية ما يحز في النفس أعتقد الحديث طويل ما يحز في النفس هو أن تجد الكتاب المغاربة هم من يتصدرون الجوائز اللوائح المغاربة رائعون في السرد في السرد متفوقون كثيرا في السرد مثلا سباطة تحية لي نسيت اسمه في رواية القاتل الأشقر البكاري تخيل معي أن بعض الأستاذ في السرد هنا معروفون في الشرق ولا ليس معروفون فقط في الوسط الفني معروفون فقط في الوسط الأدبي مثلا الأستاذ سعيد يقطين أستاذ أنا درست عنده وشرف لي أنا درست عند الأستاذ أستاذ إذا تحدث أبدع وإذا رغب أن يوصل لك معلومة أبدع معروف في الشرق وهنا معروف فقط في الوسط الفني عند الأدباء والأساسيدة وكذلك سعيد بن قراد في العلم السيميائيات برادة كنت عندنا أساسيدة عندنا أستاذ عدناني الأستاذ داي حتى لا أعتذر إن نسيت أحد أساسيدتي نسيت أسمعهم يصعب استحضاره جميعا مهم عنده أساسيدة رائعين جدا وفي المجال البحراوي أستاذ البحراوي في المجال الرواية أنا فقط أحاول تلخيص أمر الفكرة التي أريد إيصالها أننا لدينا طاقات شبابية ولدينا أناس أو كثاب وجب المراهنة عليهم وذكرتي أن المجتمع المدني خصو يخدم في هادشي ماشي غير وزارة الثقافة المجتمع المدني وحنا مهما تصدرنا في المسابقات العالمية مازلنا كنواجهوا صعوبات اجتماعية ككتاب تقدر تقولنا شوية ديال الصعوبات الاجتماعية اللي واجهتك كاتب مثلا صعوبات عائلية صعوبات في الحي صعوبات في الدراسة صعوبات مع الأصدقاء هو صراحة صعوبة التوفيق ما بين الكتابة والعمل في الكتابة لن تقدم لك مصدر عيش أو مصدر رزق هذه الفن بصفة عامة فما بالك بالكتابة الصعوبات الاجتماعية يوجد نوعين من العائلات شخص يدعمونك والد وأم وإخوة يدعمونك وشخص وعائلة تقتل تلك الموهبة بالسخرية والتنمر وكذلك الأصدقاء ولكن أركز دائما عن العائلة حتى لأن المبدع ينطلق وينفجر من الأسرة تخيل معي أن يوجد أب يثق بابنه فيقول أتمه ويساعده فقط معنويا ليس يساعد ماديا معنويا أشد المساعدات التي يحتاجها الأطفال في الكتابة أو الرسم أو غير من ذلك مثلا نحن نتطرق فقط للكتاب وتخيل أب يسخر من ابنه مثلا أشد شيء تكتب أشد تخربق وهذا سمعناه بكل صراحة سمعته عند أحد أصدقائي أن أب يقول له خرجت تخدم ما شبغيتي الكتابة بالحرف أقولها بالحرف
سمعتها وحين قال لجيب لي الكتاب انا عندي الدار سمعتها بالحرف سمعتها بالحرف. ويوجد اباء تحيه لمحمد رياض الاب ديالي لانه عندما كلما شاهد برنامجا او يستضيف كاتبا سواء مغربيا او شرقيا اخر مره كان 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 منشور عن حياه محمد شكري وكنت في الغرفه ونادى لي قال لي اشوف او شاهدت مع البرنامج وكان سعيدا انا شخصيا كنت اسعد منه. وقال لي تعلم من الناس القدام باش تكون انت اكثر. كذلك كنا شاهدنا قصه محمود درويش كنا نشاهد قصائده وهو يعلم ان احب قصيدتي اللي هي تنسك انك لم تكن. ونادى علي وقال لي صديقك هنا تجد والدك يدعمك معنويا. مثلا حينما قرأ لي النوفخ انتقدني بكل صراحة انتقدني, ولكن عندما لاحظت انتقاده في تلك اللحظة لم أعيره. قلت يمكن أن الأب ديالي تفاوت الفارق الزمني أو فارق السن ديالي ما فهمش الرسالة اللي بغيت نعطيه. ولكن بعد بسنتين علمت ما كان يقصد أبي عندما تكتب يا بني راعي لقلمك. فهمت معناه الحرفي وكان معجبا وكان ما زلت أتذكر تلك اللحظة التي قدمت فيها هدية لأنه أول نسخة قدمتها لوالدي وحتى أقولها الدعم معنوي رائع جدا. أتعلم ما هو أجمل شعور وعندما أدخل لغرفة والدي فأجد أنه من بين جميع الكتب يضع إنه فخ قرب رأسي مع المصحف. هذا أجمل شعور أشاهده عند أبي رغم أن ولدي جميع الكتب. مثلا لدي كتب كارلوس زافون لدي وأبي معجب بنجيب محفوظ لدي كتب نجيب محفوظ ويضع روايتي بقربه يفضله عن الروايات الأخرى. وهذا أختي الصغيرة أيضا في آخر مرات كان أحد أفراد عائلتي يسخر مني ليست تلك السخرية احتقارا مني فقط يسخر مني أو يسخر معي. وقالت لي أختي غيرة مني قالت لي أخويا غيكون أعظم كاتب. لن أنسى هذا. أختي الصغيرة تحية لك أختي الصغيرة. وكان وجهه تحية للعائلة دي السرية دائيو كامل واحد لكم. واحد أنا فخور بكم. كنهاية البرنامج دينا بغيناك تشوف الكاميرا وتقول كلمة للجمهور نصائح للشباب المبتدئ نصيحة للكتاب المغاربة كامل. عفاكم اللي عنده شي حلم وكي آمن به يبقى يآمن به رغم كيف ما كان هذا الحلم سواء كبير وتتشوف أن ذاك الحلم كبير أنك صعب تحقه آمن به. أنا عارف أنك غادي تحقق. آمن بأنك غادي تحقق هذا الحلم. ورسالة للكتاب أي شخص عنده عمل إبداعي وعمل فني يطور منه وينشره ما يفكرش في الجانب المادي بالقدر ما يفكر في الجانب الإبداعي. وككاتب مبتدئ هذه رسالة أخذتها من أحد الكتاب عندما قال لي ولدي رياض باش تكتب ما تفكرش بانك غتكتب من اجل الشهره لانك الا بقيتي من اجل الشهره غادي تبقى في بلاصتك بل كتب من اجل التفريج عن معاناتك وايصال اهات للمجتمعات اخرى واناس اخرى. وشكرا. كنشكرك على الحضور ديالك سيريال ايوب. شكرا. كنشكركم على المشاهده ديالكم للبرنامج ديالنا. نتلاقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.